أهلا أهلا، نورتوا نورتوا. طبعا اليوم عندنا رسمة مرة حلوة مرة سهلة، راح نشرحها بالتفاصيل. شيروا البث عشان نطلع لأكبر عدد فنقدر نستفيد مع بعض بأكبر قدر. كمان اكتبوا لي أسئلتكم اللي حابين نشرحها. نفس أمس راح أوريكم الأدوات اللي راح نستخدمها، راح أشرح لكم الأشياء بالتفاصيل. فيب يلا سووا لينكات كتير على بال ما تجمعون بالبحث. دقيقة أجيب قلم. يلا نستناكي نستناكي نستناكي. طيب الأدوات تقريبا نفس أدوات أمس، يعني الأشياء اللي راح نحتاجها. فاللي حضروا البيت راح يكون سهل عليهم أنهم يعرفون أدوات أمس، وبرضه راح نعيد الأدوات اللي أنا استخدمها. تمام، اللي ما شاف آخر مقطع اللي نزلته يروح يشوف ويحط لي لايكات عليهم مرة كثيرة عشان أتحمس وأرجع أرسم. طيب الرسمة بتكون بالفحم، التخطيط بيكون بالرصاص. تمام، البثوث اللي فاتت كاملة نزلت على قناتي في اليوتيوب. فاللي ما تابعوا قناتي على اليوتيوب فعليا فاتتكم الشروحات التعليمية المجانية. اكتبوا باليوتيوب عبير الحربي وتطلع لكم قناتي بشكل مباشر. اشوفوا الشروحات المجانية، اشوفوا الاشياء اللي انا منزلتها، لانه مرة 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 راح تساعدكم وتفيدكم. اذا انتم حابين تطلبون ادوات رسم في موقع كانفس، هو اللي في الفترة الاخيرة صار اتعامل معاهم واخذ من عندهم ادوات رسم. توصيلهم للسعودية تقريبا من يومين، من 3 ايام يعني لاربع ايام بالكثير، داخل الرياض بنفس اليوم يوصلوا لهم الطلبات. هذا كود خصم المتابعيني AX24، راح يخصم لكم بقيمة مرة حلوة، وفر عليكم من سعر الطلبات. وهذا كود خصم نون، إذا حابين تستخدمونه لأي طلب تبون تطلبونه راح يخصم لكم. ما عندي فحم عادي، طبقوا معي بالرصاص. اللي ما عندهم فحم يطبقون معي بالرصاص. اليوم الرسمة راح أرسمها، مو هو بس شرح، هي رسمة كاملة أنا حابة أرسمها، راح أرسمها معاكم وأسوي لكم شروحات عليها. تمام، اللي ما شاف الشروحات المجانية يلقاها بالكامل على قناتي في اليوتيوب. اللي حابين يتأسسون وتعلمون رسم واقعي من الصفر، عندي دورتين، دورة للمبتدئين ودورة للمستوى ما فوق المبتدئين، فيعني راح تساعدكم الدورات بإذن الله. رابط الاشتراك في البايو. يلا خلونا نبدأ مع بعض. طيب الصورة اللي راح نرسمها راح ندخل بتفاصيلها، راح نشوف على قد ما يكفي الوقت اليوم نرسم فيها الجزئية هذه، واللي ما يكفي يصير نقسمه على بث بكرة. تمام، اللي ما سووا متابعة يسوون متابعة قبل ما أبدأ. هاي أهلا أهلا بكل اللي جو للبث، نورتوا البث. طيب خلونا قبل ما أبدأ بس أقول كذا شغلة. الآن هنا راح أسوي لكم شروحات على البث، في رسمة مرة بتكون بطلة بإذن الله راح تنزل خلال يومين، اللي هي راح نرسم شخصية من بلاك بينك بالكامل بتفاصيلها، بتكون مقطع كامل راح ينزل على قناتي في اليوتيوب. فأي حد حاب يتعلم يرسم شخصياتهم، يعني شخصياتكم المفضلة، راح أسويها ونزلها على قناتي في اليوتيوب. كمان إذا أنتوا عندكم مقترحات إلى شخصيات معينة اكتبوا لي إياها. هاي مرة ثانية، نور يا نور، نورت يا عمري، أبغى أتعلم تظليل، أعرف بس الخشم من قدام صعب، ممكن تشرحين؟ أبشر من عيوني. طيب يلا خلونا نبدأ مع بعض. اللي ما سووا متابعة لا تنسوا تسووا المتابعة. أشوفوا آخر مقطع نزلت تقريبا قبل نص ساعة، روحوا كذا كل بكم هجوم، اكتبوا لي تعليقات مرة كثيرة وحطوا لي لايكات قد الدنيا، وخلونا نبدأ. يا عيوني طلع اكسبلور، نورتيني. طيب الآن أول شيء راح ناخده نسيب البشرة، نركز على أساس الوجه اللي راح يكون معانا بالرسمة. دقيقة بجيب أغراضي، يلا بسرعة بسرعة بسرعة. طيب شيروا البث وادعموا البث بحيث البث يطلع اكسبلور أكبر عدد. سووا لايكات مرة كثيرة على البث، لأنه لما تسوون لايكات يساعد إن البث يطلع اكسبلور، وإذا دعمتوا يساعد أكثر إنه يطلع اكسبلور، عرفتوا؟ فيب لا تحرموني من دعمكم. الآن راح نبدأ، شوفوا معي، نركز لما نيجي إحنا نرسم نركز على كذا شيء. مثلا احنا نبغى نرسم الوجه، الان ما نركز على البشره، نركز على الانف والشفايف. تمام، الاشياء هذه لما نركز عليها يكون سهل ان ناخذ باقي القياسات. طيب الرسم بالالوان بالفحم؟ لا بالفحم. طيب فمثلا لو كنتوا تاخذون المقاسات من جوال، خلوا الجوال بجنبكم. مثلا لو كانت عين حطوا الجوال فوق، يسهل عليكم اخذ القياسات من فوق. اذا كان وجه يسهل عليكم اكثر لما تكون الورقه او الجوال بجنب على اليسار. تمام، على طول يعني على اليسار او اليمين، بس اهم شيء يكون على نفس الوزنيه. تمام، برسم بالرصاص، ما عندي فحم عادي، ما عندكم اي مشكله، ارسموا بالاداه اللي موجوده عندكم. طيب الان راح اجي من هنا، طيب راح اخذ شكل الانف. طيب فعندي تقويسه خارجيه، شايفين اركز اول شيء بس على الشكل الخارجي من هنا. عندي تقويسه خارجيه بسيطه، زي ما قلت لكم عادي لما تكون عندكم اغلاط ما في اي مشكله،
أهم شيء المحاولة. طيب الآن بنفتح الفتحات، الآن عندي فتحة من هنا جاية بشكل بسيط وشوية طويلة. طيب شايفين خط الأنف من هنا، بعدين خط يجينا بهذا الشكل اللي هو حدة الشفايف. طيب اصبري ابري المرسام زي قلم الحواجب حقي. طيب ثاني خطوة بتكون عندي اللي هي نشوف شكل الأنف من هنا. عندي من هنا الأنف مقوس، طيب شايفين الشكل الصغير هذا من هنا جاين مقوس. فإحنا لما نعرف التفاصيل هذه البسيطة مرة حرفيا راح تسهل علينا فكرة إنه ناخذ المقاسات. تمام، سلام وعليكم السلام، أهلا أهلا. طبعا اللي فاتتهم الشروحات اللي فاتت لي بالكامل أنزلها على قناتي في اليوتيوب، تحت مكتوب اسم قناتي عبير الحربي. مسوي عليها شروحات مجانية، وكمان كامل الفسوس اللي أنا أسوي فيها رسمات كاملة أنزلها هناك بحيث تكون مرجع للناس اللي حابة تتعلم معي. طيب طيب الآن نجي هنا على قياسات الأنف. شايفين خط الأنف من هنا جايني نازل أكثر عن الأنف. طيب فأجي من هنا أشوف المقاس هل هو جاي نازل أكثر ولا لا، فألقى أنه نفس الشيء نازل على الخفيف، فأنا أجي أتبع نفس الأبعاد اللي أنا أشوفها. طيب فنجي نكرر من هنا ونميل بشكل خفيف. طيب بهذا الشكل عشان ناخذ شكل الأنف. اللي ما سووا متابعة يسوون متابعة وشيروا البث على أي أحد مهتم يتعلم معنا رسم. الدورات مجانية، اللي حابين يتأسسون من الصفر لتعلم الرسم الواقعي فأنا عندي دورتين، دورة تعلم الرسم الواقعي بالفحم من الصفر للمبتدئين، والدورة الثانية تكميلية لها للمستوى ما بعد المبتدئين، راح تساعدكم انكم تتعلمون بشكل مرة واقعي ومرة احترافي. طيب الآن هنا عندي الشفايف. طيب قبل ما أكمل الأنف، الأنف دايما أقول لكم يا يعتمد على التظليل. طيب ما في عظام معينة نقدر نرسمها ونحددها بشكل مباشر، لا غالبا يعتمد على التظليل، هو اللي ساعدنا إنه نطلع بشكل واقعي. يا شيخة بس ما شاء الله حبيت، شكرا يا عمري. طيب الآن أجي هنا للشفايف. طيب وأخذ الأبعاد نفس الشيء. شوفوا لما تكون الورقة بجنبي مرة يكون الموضوع سهل إني أخذ القياسات إنها تكون مضبوطة بنسبة 90%. طيب تكون في نسب قريبة من بعض. اللي كاتب الأنف أكثر شيء يتعبني أبشري، إذا كفى الوقت نسوي فقرة تطلب شرح وتطلبون شروحات وأنا أسويها لكم سواء كان أجزاء أو أشياء بالكامل. تمام، بس أهم شيء يكون يعني باقي عندنا وقت، لأنه أنا غالبا صراحة مرة أتعب بالبثوث لما تكون تعليمية من كثرة الهرج. طيب الآن نجي للشفايف. الشفايف عندي إيش؟ عندي مرتفعة على فوق الآن عكس الشفايف اللي أمس رسمناها. أمس كانت شفايفها مثلث بزيادة من هنا، هنا لا عندي تقويسة بسيطة مو مثلث. ما شاء الله شكرا يا عمري. طيب فأجي من هنا قبل ما أبدأ نشوف، شايفين طرف الأنف؟ طرف الأنف من هنا يحدد لي نهاية الشفايف. طيب فهنا يسهل علي أعرف أبعاد مستوى الشفايف إنه مو مرة مقدم قدام ولا مرة مأخر لورا. طيب فأجي بهذا الشكل أنزل على تحت نلقى الشفايف بس متقدمة بشكل خفيف من هنا. طيب فبتكون معانا بهذا الشكل نازلة على تحت من هنا. طيب طيب بعدين أجي من هنا أسوي شكل الشفايف بشكل خفيف بتكون نازلة برضو نفس الفكرة. هنا الآن نمشي على تحت، شايفين من هنا نسوي خط نمشي على تحت نحسب المقاس الزايد من هنا، فنجي من هنا نسوي خط نكتشف إنه الشفايف أطول بشوي من الشكل الموجود. تمام واضح معاكم كل شيء. طيب الآن الشفايف من هنا طرفها عندي مو مرة في ارتفاع، جاي تقريبا في تناسق بشكل الشفايف. طيب يعني كيف في تناسق؟ يعني جاي خط طالع لفوق بشكل مباشر، مو هو جاي نازل على تحت بهذا الشكل. تمام، اللي ما سووا متابعة يسوون متابعة، اللي حابين يشتركون بدورة تعلم الرسم الواقعي برسوم الدورة راح تسهل عليكم انكم تنتقلون نقلة مرة بطلة بمستوى رسمكم. فأي أحد حاب يشترك رابط الدورة بصفحتي هنا بتيك توك، وكمان عندي شروحات مجانية أسويها بالبثوث وأنزلها لكم على قناتي في اليوتيوب. قناتي تكتبون عبير الحربي تطلع لكم على طول. طيب الآن تقويسة الشفايف عندي هنا، مقدمة الشفايف من هنا جايتني مرتفعة أكثر من هنا. طيب فأنا أجي بشكل خفيف وأرفع الشفايف من هنا. تمام، عشان تكون عندي نفس الأبعاد، يعني إحنا لقد ما نقدر نحاول إنه يكون الشبه 100%. طيب أوكي إحنا ندري إن إحنا ما إحنا طابع إنه تطلع الشبه مرة قوي نفسها، بس يعني نحاول. تكفين كيف نرسم العين العادية والعين الأسيوية؟ تكفين العينين العادية والأسيوية أكثر شيء حرفيا سويت له شروحات ببثوتي، بس أبشر من عيوني إذا كف الوقت أسوي.
أمس تقريبا شرحنا على أجزاء رسم شخصية من بلاك بينك، نفس اللي قبل شيء طلعتها لكم، فيب راح أنزل لها الرسمة بالكامل على قناتي في اليوتيوب. تمام، طيب الآن نجي للشفايف السفلية ونشوفها. تمام، الشفايف السفلية من هنا بتكون متأخرة عن الشفايف العلوية بشوية، بعدين من هنا خط مباشر بشكل مستقيم، بعدين من هنا كأنه مربع، يعني كأنه زاوية مربع، طيب زي كذا كأنه زاوية مربع، طيب فتكون بهذا الشكل، بعدين نطلع لفوق بشكل خفيف. سويتها، نبغى لمعة العين ولمعة الشفايف. أفشري من عيون لمعة الشفايف راح ناخذها الآن بالشرح بالكامل. لمعة العين إذا كف الوقت وسويت شروحات برضو أسويها لكم. طيب نشوف الشفايف هنا، فتحة الشفايف في فتحة بسيطة صغيرة واضحة معايا بهذا الشكل. طيب تمام، بكذا يكون خلصنا التخطيط بشكل مرة بسيط. بعدها راح نشتغل على التظليل. تمام، الآن التظليل هو اللي راح يبرز لي التفاصيل أكثر. الله يسعدك جني، شكرا يا مون، يسلم ما شاء الله، شكرا لطفكم الحلو. طيب الآن هنا دائما تكون عندي أسفل الشفايف في منطقة غامقة أكثر، عندي هنا برضو الشفايف من هنا، طيب تكون فيها تأثير ظل أكثر، هنا برضو عندي تأثير ظل أكثر. أنا دائما إذا خلصت الرسمة تخطيط أجي بشكل بسيط، بس إنه أحدد الأماكن بتكون عندي فيها ظل ونور، عشان على أساسها تعطيني إنه أسهل علي إنه أركز على الرسمة وأعرف أماكن الظل والنور فيها. تمام، راح نبدأ بالأنف وبعدين نبدأ بالشفايف. طيب أنا ما راح أحدد كامل زاوية الشفايف من هنا، بس راح نشتغل على تفاصيل المسامات بس نخلص. تمام، طيب خططنا بقلم رصاص، راح يكون الشغل على قلم فحم. طيب ما عندكم فحم عادي استخدموا نفس الدرجات اللي نستخدمها بس بالرصاص، يعني اتبعوا نفس الطريقة بس بالرصاص. الآن إيش نحتاج؟ أقلام فحم من جنرالز، طيب مدعكة وفرش للدمج، راح تساعدني إنه ندمج بشكل أسهل. ثواني، طيب اللي هي هذه فرشة مكياج وفرشة أكريليك، كل أبوها استخدمها وهي ناشفة، وهذه مدعكة. طيب عندي أكثر من مقاس، برضو عندنا مساحة العجين ومساحة مونو زيرو. تمام، البثوث ترى أنزلها في اليوتيوب. طيب هذه مساحة مونو زيرو تلقونها بكانفس، فعليا أسميها المساحة السحرية لأنه تعطيني نتائج مرة حلوة، يعني نفس لمعة العين هنا شايفين من تحت اللمعة هذه أسويها فيها مساحة مونو زيرو، فإذا حابين تطلبونها تلقونها بموقع كانفس، وعندي كود خصم للموقع اللي هو AX24. تمام، هو ايه المدعكة؟ المدعكة أداة دمج. طيب الحين أطلع لك إياها، هذه المساحة برضو تلقونها بنفس الموقع والمدعكة. المدعكة شوفوا تجي كأنه ورق ملفوف على شكل قلم، طيب هذا الشكل، الاسم المتعارف عليها إنها مدعكة، إذ لها اسم ثاني صراحة ما أدري، يعني ما أعرف أظل إلا بالقطر الإذن إيش الفرق بين تظليل الفرش. أعواد الأذان تعطيكي نفس نتيجة المدعكة تقريبا، الفرشة تديكي ملمس ناعم، الفرشة والمنديل يديكي بالدمج ملمس مرة ناعم، فيكون شكلها صراحة بالنسبة لي أحلى، يعني أنا بالنسبة لي أفضلها. فكل شخص هو الأسلوب اللي هو يفضله بالتظليل، في اللي يحبون الناعم وفي اللي يحبون الخشن وفي اللي يحبون المتوسط. طيب الآن أنا عندي علبة بودرة فحم، بس أحب أستخدم الماركة هذه، فأجيب الورق السنفر حق المدعكة أسوي بهذا الشكل، وآخذ إيش؟ آخذ بودرة فحم. طيب اللي ما سووا متابعة يسوون متابعة، اللي ما سووا لايكات يلا خلونا نوصل 20,000 لايك، سووا لايكات مرة كثيرة، اللايكات حرفيا تساعد إنه البث يطلع إكسبلور. كمان لو دعمتم البث بيكون أسهل إنه البث يطلع إكسبلور، وأكبر عدد معانا يستفيدون من البثوث التعليمية. تمام، بلاندر يب أداة دمج. طيب إيش كنت بقول بعد؟ أي أحد حاب يتعلم رسم عندي دورتين، تعلم الرسم الواقعي، في أرقام للتواصل، أرقام خاصة بخدمة العملاء، وكمان حساباتي بالسوشيال ميديا انستغرام، وهذه موجودة عندكم، أي استفسار كلموني وأرد عليكم. الفحم دائما يخرب عندي في الرسم ما يضبط، حاولي تتحكمين، يعني ببداية بس استخدمي قلم واحد ودرجة واحدة، طيب وتحكمي فيها من فاتح لغامق. طيب الآن نجي للدمج، جالسة استخدم السنفرة، حط عليها بودرة الفحم وبالفرشة بهذا الشكل، أبدأ من الأماكن بتكون عندي فيها غامقة. طيب ليش قلت لكم نبدأ من أماكن تكون غامقة؟ لأنه لو جينا حددنا بمكان فاتح وحاست معانا بودرة الفحم ما راح يساعدنا إنه نقدر نمسحها أو نضللها بشكل أفتح، عرفتوا؟ فإحنا نبغى تضيع على قد ما نقدر يكون واقعي وأقرب للواقعية. طيب سلام وعليكم السلام، نورتوا. اللي ما سووا متابعة يسوون متابعة وشيروا البث على أي أحد مهتم إنه يتعلم رسم واقعي.
برضو راح اشرح ايش، راح اشرح هذه فرشة ميك اب. يب مشان فرشة ميك اب لو سمحتي، من وين اقدر اوصي؟ مدعكة من تركيا، والله ما ادري بس غالبا تلقينها باي مكان متخصص بادوات الرسم راح تلقينها فيها، يعني عادي عندك زي المدعكة واقلام الفحم والرصاص، هذه اشياء يعني معروفة ولابد تلقونها باماكن توفر ادوات رسم. طيب الان للمدعكة جالسة ادمج من الغامق للفاتح، اطلع البشرة على فوق عشان تعطينا طبقة مرة حلوة. تمام. شوفوا الآن راح نيجي نغمق فتحات الأنف بشكل مباشر عشان توضح معاكم شكل الأنف. طيب نيجي لفتحات الأنف، شوفوا كيف راح أدمجها، ما ندمجها من جوا على برا لأنه لو دمجناها راح تخرب شكل الرسمة حرفيا، عرفتوا؟ ما شاء الله أنا معلقة الشمس بزاوية تعصبنا بجري يا بنات والبيضة خشبي. تمام نيجي الآن، اكتبوا لي أي سؤال بحيث لما أنا أوقف وأطالع بالجوال يصير يمديني ألحق أقرأ وأجاوب على أسئلتكم إذا أنتوا عندكم استفسارات. يا قلبي ويلكم، أنا أعرف أرسم بس ما أعرف أضبط الرسمة. طيب لما تكررين ترسمين بشكل يومي بتلاحظين إن عينك حرفيا بدأت تاخذ على إيش، على شكل الرسم، عرفتي؟ على الأبعاد والقياسات والأشياء هذه، يعني حتى الأغلاط اللي عندك بتلاحظين إنك خلاص بديتي تشوفينها ما تصير أغلاط. طيب الآن راح أدمج بهذا الشكل. طيب عندي الزاوية هذه بتكون فيها غامق أكثر، طيب وبعدين بيكون عندي النمش، التفاصيل اللي راح تكون على شكل الأنف. طيب الآن الدائرة هذه هي اللي بتكون مكان لمع. في دورات تعلم رسم الوجه من الصفر، يب عندي دورتين، دورة تأسيسية للمبتدئين فيها شروحات تفصيلية لأجزاء الوجه من جوا، شفايف أنف عين والأشياء هذه وشعر، كيف احنا نرسمها من الصفر، كيف نخططها، كيف نعرف الأماكن الظل والنور، أشياء مرة كثيرة، تدرجات الأقلام، شرح للظل والنور، أشياء مرة كثيرة مكتوب المحاور على هذه الفيديوهات مسجلة تبقى عندكم للأبد، فبراحتكم تقدرون تتدربون متى ما حبيتوا ومتى ما لقيتوا لكم وقت. وفي دورة ثانية تكميلية تعتبر لها، يعني اللي يخذون المبتدئين يفضل يخذون اللي بعدها بحيث انكم تساعدكم انكم تمشون على الطريق الصح. الثانية فيها اشياء احترافية اكثر، كيف نرسم التجاعيد، كيف نسوي تظليل البشرة الناعم، كيف نظلل البشرة الخشن، كيف نبرز النمش، واشياء مرة كثيرة. تمام الدورة كل بوها فيديوهات مسجلة تبقى عندكم للأبد، حاليا عليها خصم من 450 الى 300 ريال، الخصم عليها الفترة محدودة. طيب يلا نكمل. يلا الآن بالتظليل راح أرجع للفرشة. طيب وقلت لكم عندي فرشة نوعين، الآن هذه الفرشة شوية شعراتها أطول فراح تساعدني أنه أدمج وأظلل على مساحة أكبر. طيب فما أجي الفتحات الأنف من هنا، ما أجيها بس أخذ الأماكن الثانية عشان تعطيني طبقة إيش، طبقة واحدة. أقسم بالله حسابك نعمة جاني بوقت إن شاء الله أشترك يا عمري، أنا تنوريني. طيب بعدين أظلل بهذا الشكل، تمام تظليل كامل. تمام بعدين ارجع اكرر نفس الفكره، الموضوع يعتمد على على ايش، على الطبقات، كل ما اشتغلنا على الطبقات اكثر كل ما اعطتنا نتيجه حلوه. طيب اللي ما سوى متابعه يسوون متابعه يستفيدون باذن الله من الشروحات المجانيه اللي جالسه اسويها. طيب الان راح ارجع واشتغل على التظليل على قد ما اقدر، ابغى التظليل يكون واقعي وتظليل نظيف حرفيا. شكرا يا عيني، يسلموا على الهدايا الحلوة. راح أبدأ أظلل بهذا الشكل. الآن راح أدمج إيش، وبآخر شيء راح أدمج في المنديل. طيب المنديل يعطيني طبقة ناعمة حرفيا مرة ناعمة، فأنا هنا زي الرسمة اللي ورا هذه استخدمت فيها ترى الدمج في المنديل وتعطيني حرفيا نتيجة مرة حلوة. هنا كان في انعكاس إضاءة على الوجه عشان كده تشوفون الخط هذا، وهنا أماكن ظل كلها استخدمت فيها المنديل. المنديل حرفيا يعطيكم نتيجة مرة نظيفة ومرة مرتبة للدمج. طيب طيب الآن راح أجي أدمج بشكل دائري على كامل الأنف، وبعدها راح نبرز أماكن النور وراح تشوفون كيف راح يتغير معانا شكل الأنف. زاوية الأنف الآن أسفل الأنف من هنا، شكرا للناس الحلوة اللي جالسة تدعم البث. أسفل الأنف من هنا طيب عندي فيه ظل، فما راح يكون عندي المنطقة بالكامل فاتحة، لا بيكون عندي تدرجات ظل، بس زي ما قلت لكم ناخذها على مهل خطوة بخطوة لين ما نوصل للنتيجة للشكل النهائي. تمام شكرا للناس الحلوة اللي جالسة تدعم البث. طيب الآن مساحة مونو زيرو، شوفوا كيف راح نسوي لمعة من هنا راح تعطيني بروز الشكل إيش، الشكل الأنف، يعطيني شكل الألف إنه مرتفع شوية. تمام
بعدين راح أكرر نفس الفكرة، راح أجيب ورقة السنفرة وأحط بودرة، نشوف هذه الدرجة كم، نحط بودرة عليه، بعدين نرجع نستخدم الفرشة فيها. أنا مشكلتي أمل من الرسم، أرسم رسمة وأمل أجلس 6 أو 4 شهور، إيش أسوي؟ طيب قبل ما تبدين بالرسمة اختاري ملامح تحسين فعليا لو رسمتيها بتنبسطين فيها. طيب لما تبدين ترسمين ملامح أنت فرحانة ومبسوطة فيها وحابتها بتكملينها للنهاية، عكس لما ترسمين صورة تكون الملامح يعني مو عجبتك بس لأنك بترسمين. ودايما حاولوا تاخذون صور ما تكون مرة معروفة ومتكررة، بحيث راح تكون في مقارنات على التعليقات لما تعرضونها بحسابات السوشيال ميديا، بيكون في مقارنات انه فنانة زبطتها فنانة ما زبطتها، هنا عندك اخطاء هنا ما عندك اخطاء. فحاولوا دايما تاخذون صور تكون يعني نوعا ما مي معروفة، بحيث انه يكون الضغط عليكم اخف. لو اختار ما تطلع حلو. طيب دي مكررة، ايش هي اللي مكررة الصورة؟ بالعكس علي انا اول مرة اشوفها. يلا نكمل. طيب الآن من هنا راح أشتغل على التظليل. طيب هنا عندي زاوية الأنف، من هنا نمسح الأطراف اللي بتكون زايدة عندي. طبعا المساحة هذه أعتبرها مساحة يعني فعليا مساحة العجيبة، لأنه مرة تنظف الفحم وتسهل علي لما يكون عندي مشاكل. تمام. اللي ما تابع الحساب يسوون متابعة، اللي حابين يتعلمون الرسم وفاتتهم الشروحات المجانية اللي أقدمها في قناتي في اليوتيوب، هذه اسمها عبير الحربي، شايفينها؟ طيب اسمها عبير الحربي، فيب تلقون عليها كل البثوث التعليمية اللي أنا مسويتها. طيب هذا تقريبا شرح بسيط للتظليل، راح أوريكم الآن لو إحنا بنسوي تفاصيل مسامات ومسامات وأشياء زي كذا. من هنا طبعا عندي مساحة الأنف قريبة لفتحة الأنف. طيب فأنا راح أجي من هنا أصغرها لين ما تطلع معي الشكل متقارب لبعض. تمام. طيب هذا الشكل، نبدأ نظلل ونشتغل على التظليل. يب البثوث بالكامل راح تنزل على قناتي في اليوتيوب. أحيانا يكون عندي مشاكل بالحفظ فما تنزل، بس بإذن الله إنه ينزل البث هذا أول ما أخلص يصير أنزله. طيب اللي ما سوى متابعة القناة حرفيا ترى مرة فيها شروحات مفيدة. طيب الآن شوفوا معي الآن في أماكن واضحة معي اللمعة وفي أماكن واضح معي الظل أكثر. طيب فكيف أنا أجي أبرزها الآن هنا؟ طيب زاوية الأنف من هنا عندي فيها لمعة، شايفين من هنا عندي فيها لمعة بسيطة، هنا برضو عندي عند فتحة الأنف من تحت في لمعة. لما أنا أجي أطبق اللي أشوفه راح تكون عندي رسمة فيها واقعية بشكل أكبر. طيب خلنا نشوف الفرشة فينها. الله يعطيك ألف عافية، شكرا يا عمري من لطفك. اللي ما سووا متابعة يسوون متابعة وشيروا البث على أي أحد حاب يتعلم رسم. طيب شوفوا الآن جزئية إيش أكتب بانترست عشان تطلع لك دي الصور. طيب بانترست لما أكتب مثلا أكتب كلمة بإنجليزي ريفرنس، بعدين أكتب اللي بعدها الصورة اللي أنا أبغاها، فمثلا أبغى عيون أكتب آيز، أبغى أنف أكتب نوز، زي كذا بإنجليزي وتطلع لك الصورة على طول. إذا هذا تعلي إيش يقولوا له، تعلي بالإنستغرام وأرسل لك إياها. طيب الآن أجي أظلل كامل الجزئية اللي تحت. طيب بالفرشة اللي أقول لكم شعراتها شوي طويلة عشان نبدأ نشتغل على جزئية البشرة اللي تحت الأنف. طيب ونحدد على أساسها أماكن الظل وأماكن النور. تجن ما شاء الله، شكرا يا عيني. الكراسة إيش يا حلوة؟ الكراسة جديدة، توقع إنها من شركة. إذا خلصت أفتح لك الغلاف لأنه صراحة مو فاكرة إيش اسم الشركة. اشتريتها كتجربة ومرة عجبتني ورقها. طيب الآن هنا شايفين فتحات الأنف، شكرا يا عيني على الورد. شايفين فتحات الأنف من هنا، بتكون عندي المكان هذا غامق شوية. طيب بهذا الشكل تمام، فأجلس أنا أشتغل عليه وقت لما أنا أجي أظلل. برضو من هنا عندي زاوية الشفايف هذه فيها ظل أكثر، وعندي زاوية الأنف من هنا فيها ظل، فأنا ببداي أظلل. طيب ببداي أظلل بشكل خفيف وبعدين أبدأ أشتغل على التفاصيل. طيب دائما أخلي الطبقات الأولى إنها تكون الطبقات التأسيسية بس، وآخر شيء أشتغل عن هاي. طيب دائما لا تستعجلون على الرسمة، هي بالنهاية تطلع معاكم حلوة لو أعطيتوها تركيزكم بالكامل. طيب بهذا الشكل راح أبدأ أظلل. أي أحد حاب يتعلم رسم يشوف الدورات
الخاصة فيني، حطتها لكم الرابط مباشرة هنا بصفحتي بتيك توك، دورة تعلم الرسم للمبتدئين. طيب الآن أجلس أظلل بهذا الشكل عشان تعطيني البشرة نفسها الجلد، وبعدها راح أشرح لكم بشكل بسيط كيف إحنا نسوي التفاصيل النمش والأشياء هذه. طيب راح أرجع الآن أظلل إيش، أظلل فتحات الأنف لأنها معاي داكنة شوية، فراح نغمقها عشان توضح فيها تفاصيل الظل، بس ما راح أظللها بالكامل، بس يدوب شوية وناخذ من بودرة الفحم طيب ونوزعه على باقي الأنف، برضو نفس الفكرة من هنا. تمام واضح؟ واضح. اللي ما سووا متابعة يسووا المتابعة، وشوفوا آخر مقطع عندي سووا لي عليه لايكات. أنا عارفة أرسم بس مو زيك رسم أشخاص. طيب عادي تعلموا مرة عن مرة، تلاحظون إن مستوياتكم بالرسم تغيرت. طيب الآن راح أبدأ أظلل من هنا، طيب وراح أبرز الأماكن اللي تحتاج إنها تكون فيها ظل أكثر، راح أشتغل عليها، وبرضو عندي زاوية الأنف من هنا عليها ظل أكثر. شكرا يا عمري من لطفك. طيب راح أبدأ أظلل بهذا الشكل. الآن هنا بعد التظليل دائما أقول لكم إياها، أحيانا لما أخلص تظليل ألاحظ إنه ممكن تكون عندي بالتخطيط أماكن شوية زايدة، فأنا خلاص من لحظتها أعدل عليها، عرفتوا؟ عشان كذا أنا دائما أحب أظلل جزئية جزئية وما أبدأ فيها بشكل كامل مرة واحدة. شكرا يا عيني على الورد، يسلموا من لطفكم. طيب الآن التظليل راح أبدأ بهذا الشكل، راح أخذ بالمداكة أو بالفرشة ممكن أفضل، نشوف الفرشة اللي حطيتها، وناخذ بودرة فحم طيب، ونبدأ نظلل اللي فوق الشفايف عشان لما ندخل على الشفايف يكون التظليل اللي فوق خلصناه. طيب تظليل بسيط، ما راح ندخل بالتفاصيل التفاصيل، بس بحاول أوضح لكم فكرة التظليل. طيب لأنه هذه صراحة رسمة مرة حبتها، فراح أشرح لكم الجزئية اللي أقدر عليها، بس أبدأ أتعب يصير نوقف وأكمل تفاصيلها يوم تاني. كم تأخذ منك وقت رسمة مثل كذا؟ شوفي لما تكون أبغاها احترافية بالكامل وواقعية، واقعية مرة، حتى لو كانت جزئية صغيرة بهذا الشكل ممكن تأخذ مني 3 ساعات لأربع ساعات. إذا أنا كنت أرسمها زي اللي ورا على مقاسات A3 تكون مرة كبيرة وفيها تفاصيل صراحة تأخذ مني من 10 ساعات 6 ساعات وزي كذا. طيب يا حلو كم، طيب حلو رسمك حبيته شكرا. سمعت صوتك نعس، معلش. طب معلش من اول اقول لك ممكن ارسم شماغ، وما هو لانه مو موضوع اني ارسم شماغ باذن الله، بس يوم يجي ارسم شخصية بغترة او عمامة او اللي هو يصير انزل لكم اياها، يعني يصير لكم شرحات عليها، بس لانه مو مهتم الفترة هذه اني اعلم على الاقمشة. طيب الان من هنا طيب راح أغمق، شايفين كيف جالسة أغمق؟ لأنه بس نبدأ نشتغل على الشفايف راح تكون درجة الشفايف مرة غامقة، فالأماكن التظليل اللي حولين البشرة راح يكون معي فاتح. طيب طيب للآن ماشيين تمام. طيب راح أجي برضو من حولين الشفايف أشتغل، عندي شغف بالرسم، إيش الأقلام اللي تستخدم؟ إذا حابة فحم استخدمي جنرالز، إذا حابة رصاص جربت ستيدلر ودراونت وفايبر كاستل وصراحة كلها كانت حلوة، وقد جربت برضو أنواع تكون عادية رخيصة ومي معروفة ولقيت يعني مجموعات حلوة يعني ما هي سيئة، وبعضها اللي أنا استخدمها بس يعني أكون طلبتها من يعني مو من أماكن معروفة. طيب الآن هنا بدأت أشتغل على الظل اللي حوالين إيش، حوالين الشفايف زي ما قلت لكم على ورق السنفرة. جربتي تلونين من قبل؟ يب أرسم مائي، مائي مرة أرسم، أحب أرسم كثير، يبغالي صراحة أرجع أرسم رسمة مائي، مرة زمان عن المائي. أكريليك عندي لوح بس أني موقفة أكريليك، وزيتي برضو كان عندي لوح بس أني موقفته. طيب نجي من هنا ونظلل. طيب طيب آخر شيء رح أخليه اللي هو البشرة، لأنه إذا كف الوقت رح أسوي لكم شروحات على النمش والأشياء هذه. طيب رح أظلل بشكل دائري من هنا عشان تعطيني طبقة واقعية أكثر. تمام هذا الشكل، وزي ما قلت لكم راح ندخل أتذكر رسمة الحوت والعصفور بالألوان، يا الله يا شغل تذكريني حرفيا، عندي رسمة العصفور إذا تذكرينها اللي عليها عصفور أزرق بغبغاء، فعليا مرة أحبها مرة مرة أحبها، حبيت طريقة تظليل البشرة لأبعد درجة، حتى كنت حابة أعلقها هنا على المكتب بس إني صراحة خفت إنها تتوسخ. الأقلام وين ألقاها؟ بمكتبة عادية صراحة، والله ما أدري، أنا أخذتها مرة زمان من متجر بالإنستغرام ممكن قبل سنة أو سنتين، موجودة بجرير صراحة ما أدري، ما عندي أي خلفية، بس هي اسمها أقلام فحم جينيرالز، ممكن تلقينها بالإنستغرام، ممكن مو بالإنستغرام بالأمازون،
اتوقع مره بحثت عنها بامازون ولقيتها. طيب قبل ما اخلص وقبل ما انسى، قناتي على اليوتيوب عبير الحربي، منزله عليها شروحات مره كثيره، عليها دوره مجانيه حطيتها لكم هناك، سويناها على تيك توك ونزلتها لكم على اليوتيوب. جميع البثوث التعليميه اللي انا اسويها تنزل على قناتي باليوتيوب. اذا حابين تطلبون من نون هذا كود خصم ABB1، احفظوه عندكم، فعال لمده سنه، فاي احد حاب يطلب يستخدم الكود راح يخصم لكم قيمه 10%. وهذا كود خصم كانفس فعال برضو لمدة سنة AX24. إذا حابين تطلبون من عندهم أي أدوات تستخدموا كود الخصم راح يخصم لكم قيمة 10%. الله يسعدك ويوفقك للأمام بإذن الله يا عمري. أنا الخصم على وقت الدورات لوقت الرواتب أبشر من عيوني، أنا أخذت الألوان فحم بس ملون من جرير، صراحة ما قد جربتها ملونة، ما قد جربتها. طيب الآن نبدأ نشتغل على الشفايف. طيب وكثيرين يبغون شروحات الشفايف، راح أسويها بإذن الله تكون مرة بسيطة ومرة سهلة لأكبر عدد. طيب يلا خلونا نبدأ. جاهزين؟ اللي ما سووا متابعة يسووا المتابعة، اللي ما سووا لي لايكات كثيرة على البث سووا لايكات بحيث إنه البث يطلع اكسبلور. طيب يلا الآن الشفايف كيف راح أظللها؟ في أكثر من طريقة لتظليل الشفايف. الشفايف لأنها منطقة تكون يعني أغمق من البشرة فما يكون عندي فيها مرة مشاكل كثيرة وقت التظليل، عرفتوا؟ فأول شيء راح أبدأ فيه بقلم فحم أحدد الأماكن اللي بتكون عندي فيها خط للشفايف. طيب هذا الشكل عادي بقلم عادي، اهم شيء الدرجه ما تكون مره غامقه ولا تكون مره فاتحه. طيب هذا الشكل. ثاني خطوه راح اجي طيب بمدعكه، يصير نرسم الفك قبل الملامح. يب عادي ما عندك اي مشكله، ما في وزنيه معينه اقدر اقول لك اتبعيها برسم الملامح، اذا تقدرين تظبطين الملامح وتبدين من الفك عادي ابداي فيه ما في اي مشكله. شفت رسامين كثير يبدون بهذا الشكل بشكل طولي، عرفتي؟ يبدون زي كذا كانهم على طابعه، فيب ما عندك اي مشكله تقدرين تبدين بالطريقه اللي تناسبك، اهم شيء طريقه يعني تضمنين انها تطلع لك رسمتك بشكل حلو. الان في المدعكه شايفين كيف جالسه ادمج بشكل دائري اطلع على اماكن التحديد، وبعدها راح نشتغل على ايش؟ بعدها راح نشتغل على على ايش يقولوا له التظليل، يعني نحط طبقات ثانيه عشان تعطيني درجه اغمق. ممكن تقولين ايش اقلامك؟ اقلامي فحم جنرالز، اقلامي فحم جنرالز. طيب الان اخذت من بودر اللي موجود على ورق السنفره اللي هو فحم، وبعدين ارجع ادمج بهذا الشكل. طيب شوفوا معي كيف اخذ بودره، انا مو حطيت هنا بودره من القلم، اخذ كذا يكون معي المدعكه فيها فحم. طيب بهذا الشكل، وبعدين ابدا ادمج نطلع من الاماكن تكون غامقه. طيب وعلى فوق، اللي ما سووا متابعه سووا متابعه وشيلوا البث الاكبر عدد بحيث اكبر عدد معانا يستفيد من الشروحات المجانية اللي أسويها. طيب اللي فاتتهم الشروحات والبثوث اللي فاتت ترى موجودة بالكامل على قناتي في اليوتيوب. طيب شايفين الآن كيف لما جلست أغمق جلست يعطيني شكل الشفايف؟ ليش ما ترسمين بالقلم بالقلم نفسه؟ طيب لما أجي أنا أستخدم القلم نفسه بشكل مباشر على الورقة راح يعطيني خطوط يعني أنا ما أحبها وما أفضلها، أنا دائما أفضل بالتظليل أن يكون التظليل ناعم وأقرب للواقعية. طيب فهو مو مشكلة انك تضللين على القلم بشكل مباشر، بس اذا انت تبغين دمجك يكون شوية مرتب ونظيف وصافي يفضل ما تستخدمينها بشكل مباشر او انك تخففين ضغطتك على القلم. طيب طيب الان راح نجي هنا بعد ما سوينا الطبقة الاولى، بتكون عندي المكان اللي من هنا فيه ظل مباشر، فيكون اسوي القلم بشكل مرة خفيف بهذا الشكل بس على الاماكن اللي احس انا ايش احس فيها ظل شوية. طيب عندي هنا فتحة الشفايف، مو قلنا في فتحة بين الشفايف، بتكون بهذا الشكل. اسم القلم ده ايه؟ اسمه جنرالز، قلم جنرالز. طيب وراح اجلس اغمق من هنا بهذا الشكل، تمام، بشكل خفيف مرة بدون ما اضغط على القلم، يعني مو بشكل طولي بشكل مايل، لانه زي ما قلت لكم نبغى نتحكم بالتدرجات على قد ما نقدر. طيب بهذا الشكل عشان احنا نبغى تكون فاتح وغامق. طيب الان راح استخدم القلم هذا اللي هو المدعكة وأدمج بشكل دائري، راح تعطيني طبقة غامقة شوية بهذا الشكل. طيب ندمج ندمج ونجلس نشتغل على الدمج. شايفين من هنا هي عندي بشفايفها فيه لمعة وفيه بروز، اللمعة هذه راح أوريكم إحنا كيف نسويها أصلا بقلم إضاءة، وراح تعطيكم شكل حرفيا مرة واقعي. تمام شنو اسم الدفتر؟ كراسة، والله يا جماعة ما أدري إيش اسمها بالضبط، خلوني اسمها من شركة فبراينو، من نفس الورق اللي ورا بس مو هو نفس نوعية النعومة الورق، هذه خشن وهذه ناعم، صراحة ما انتبهت انها من نفس الشركة.
أقلام اللي جالسة استخدمها معاكم الآن فحم من شركة جنرالز. طيب طيب نجي للشفايف السفلية، نفس الفكرة بالمدعكة، ببداية أبدأ بالمدعكة أضللها تضليل كامل. طيب بهذا الشكل تضليل كامل، طيب كذا بعدين أبدأ أشتغل على التضليل، أشوف الأماكن اللي تحتاج ظل، الأماكن اللي تحتاج نور، والتفاصيل الصغيرة هذه وأبدأ أشتغل عليها. إيش أسوي ما عندي قلم إضاءة؟ طبعا هو راح أقول لكم إياها وقت لما تيجي اللمعة، راح أقول لكم إياها. أقلام الإضاءة تقدرون تستبدلونها بأنكم أساسا تسيبون فراغ على مكان التضليل. طيب شوفوا المكان اللي يحتاج تضليل وسيبوا مكانه فراغ. الآن راح أسوي خط بسيط، طيب مرة بسيط، اللي هو يديني قسمة الشفايف عن بعض. طيب وبعدين بالمدعكة راح أخذ من بودرة الفحم اللي على ورق السنفرة، طيب بهذا الشكل تدورين يا نور طيب راح أجي أضلل من هنا بشكل خفيف، راح أضلل من هنا برضو الأماكن اللي بتكون عندي فيها درجة غامقة شوية. طيب راح أوريكم كيف نسوي الخطوط الصغيرة هذه اللي موجودة في الشفايف، برضو بإذن الله راح ندخل فيها وأوريكم كيف نسويها. طيب الآن بالقلم نفسه اللي سويت فيه ظل، أجي عندي هنا شفايف الطبقة هذه فيها ظل خفيف عشان تديني إن الشفايف أصغر شوية. تمام حلو يجنن، شكرا. اللي ما سوى متابعة يسوون متابعة وشيروا البث على أي أحد حاب يتعلم رسم. بنحاول نخلص الشفايف بأسرع يعني شوية بسرعة أكثر، لأنه صراحة بدأت أتعب وحلقي يعورني للأسف. طيب شوفوا تخطيط الشفايف كيف جالسة أسوي. أول شي سويت بودرة، هذا قلم فحم، يب قلم فحم. أول شي سويت بودرة الفحم، بعدين جلست أدمج بهذا الشكل. طيب للجزئية بس اللي فوق، اللي تحت ما راح أجيها لأنه فيها أماكن لمعة، فاللي سألت ما عندي قلم لمعة شوفي كيف راح نسويها. راح أبدأ أظلل الأماكن اللي تحتاج إن يكون فيها ظل، راح أسويها بهذا الشكل عشان تعطيني خطوط البسيطة والموجودة بإيش بشكل الشفايف. تمام وراني تعلمت منك كثير يا عمري أنا، بثك ممتع شكرا يا عيني. وريني بشتري زيها بكم، إيش هو الأقلام؟ طبعا الأقلام، الأقلام اسمها جنرالز، الاسم مو مبين لأنه ممسوح بس اسمها جنرال، أقلام جنرال. طيب بهذا الشكل لو إني أنا ما عندي مثلا أدوات لمعة أسويها بهذا الشكل، مثلا لو عندي أدوات لمعة بتكون الموضوع أكثر احترافي وراح يبين معاكم بشكل مرة حلو. طيب خلونا ندمج أسفل الشفايف عشان لما أجي أسوي اللمعة توضح معانا. طيب طيب اللمعة قلت لكم مساحة مونو زيرو، تلقونها بموقع كانفس، المساحة مرة بطلة ومرة حلوة. شوفوا اللمعة راح نسويها عندي فوق هنا بالشفايف، راح أسويها خطوط بسيطة وصغيرة بهذا الشكل عشان تعطيني لمعة. ترسمين طبيعة؟ يب أرسم طبيعة صراحة بس مو كثير، ومنزلة شروحات للطبيعة على قناتي في اليوتيوب، غيوم وأشياء مرة حلوة. طيب هنا برضو عندي لمعة راح تكون بهذا الشكل، طيب شوفوا خطوط طويلة راح تعطينا شكل نفس الرسمة الواقعية اللي موجودة عندي. هنا برضو عندي لمعة راح نسويها بخطوط، عرفتوا نسويها بشكل خطوط ما نسويها بشكل مباشر. طيب بهذا الشكل نسوي خطوط بسيطة لين ما نوصل للنتيجة اللي احنا حابينها. طيب نكتفي بهذا الشكل، صراحة مرة تعبت. شيروا البث وسووا لايكات مرة كثيرة على البث، إذا حابين نكمل شوفوا كيف، يعني صح إنه شبه مو 100% بس إنه حلو إنه خلصناها بأقل من 30 دقيقة. الرسمة صارت أحلى من الصورة يا عمري، يعني يا زين لطفك يا زين كلامك، الرسمة اللي ورا أحس العيون تختلف حيل. طيب هنا ليش تختلف حيل على قولتك؟ لأنه حنا لما نيجي نرسم الشكل لازم نطبق يعني من الصورة الأساسية اللي احنا ماخذينها. هنا البنت حاطة يدها على عينها وعلى خدها، فالعين عندي مضغوطة أكثر من العين هذه. هنا ما في شيء يغير شكل العين، بس هنا لا في شيء يغير شكل العين. جميل إبداع شكرا، ما شاء الله أحلى رسامة، يسلموا ممتنة لطفكم. طلع إكسبلور كملي، رسمت ما شوفوها رسمت. طيب اللي ما سووا متابعة يسوون متابعة، طلب صغير، منزلة مقطع قبل ساعة على هنا بحسابي بتيك توك، آخر مقطع نزلته، روحوا سووا له لايكات مرة كثيرة. ولو شكرا فهمتي قلبي إنه مرة لفت نظري يسلموا. طيب نبغى شرح أدوات الرسم، أقصد أقلام ارفعي. طيب هذه هي رسمة شوفوها. طيب شو رأيكم نكتفي بهذا الشكل؟ طيب بحاول أكمل التفاصيل، البث راح ينزل على قناتي في اليوتيوب
هذه قناتي في اليوتيوب عبير الحربي، مسويت لكم عليها شروحات بالمائي وبالكواش وبالرصاص وبالفحم. اللي حابين يشتركون بدورة تعلم الرسم اللي فهموا علي بالشرح الآن وصلتهم المعلومات مني بكل سهولة، في دورتين عندي، دورة تعلم الرسم الواقعي للمبتدئين مخصصة للمبتدئين واللي ما يعرفون رسم نهائي، فيها شروحات من الصفر تقدرون تتعلمون كيف ترسمون رسم واقعي. فأي أحد حاب يتعلم معنا الآن عليها خصم من 450 ل 300 ريال. المحتويات مسجلة وتبقى عندكم للأبد. أي استفسار عن الدورة تعالوا لي بالرقم الخاص بخدمة العملاء أو تعالوا اكتبوا لي استغرام في استفساراتكم بالإنستغرام. الناس اللي مستواهم متوسط حابين يتعلمون بعض الأشياء الخاصة بالمحترفين، دورة المحترفين فيها طريقة نرسم النمش، تجاعيد البشرة، كيف نسوي المسامات، كيف نسوي خصلات الشعر الواقعية، وأشياء حرفيا مرة كثيرة. المحاور بالكامل موجودة عندكم على وصف الدورتين، تمام؟ رابط الاشتراك بالصفحتي هنا بتيك توك. طيب بتقفلين ليه تونا بدينا؟ والله يا نور مرة تعبانة، مرة تعبانة، حلقي صراحة مرة متعبني، فحاولت أشرح جزئية بسيطة بإذن الله أعوضكم بالأيام الجاية. تقريبا قريب ساعة لنا فكين بس. طيب يلا، هي الجزئية هذه بس كذا يا عمري، أنا شكرا يا قلبي. يلا يعطيكم ألف عافية، خلوني أخلص وأقفل. سلامتك يسلمك يا عمري. يلا خلوني أقفل وبإذن الله بنزل لكم بعد بكرة الرسمة هذه. زي ما قلت لكم اللي حابين يتعلمون يرسمون شخصيات معاي، ترى الرسمات أنزلها بالكامل على قناتي باليوتيوب، تمام؟ فراح نبدأ نسوي الشخصية هذه بالكامل على قناتي باليوتيوب خطوة بخطوة، وبخليها مو بث عشان أقدر أركز إنه أطلع لكم التفاصيل أدق التفاصيل. طيب اللي سألت عن الكراسة، أبشر من عيون الكراسة اسمها فبراينو. أنا عندي نوعين من فبراينو، هذه واللي ورا، هذه ملمسها يقارب للخشن وهذه ملمسها يقارب للناعم. طيب بوريك غلاف الكراسة، هذا هو. طيب هذه اسم الماركة حقتها فبراينو. طيب الاسم إذا بتصورين، إذا الكلام هو واضح لك من التعليقات تسحب الشاشة اليسار، تمام؟ وهنا مكتوب أكاديمي. طيب اللي ورا غلافها يكون نفس الشركة فبراين وبس غلافها أزرق. يلا أقفل البث، يعطيكم ألف عافية. هذه كراسة الومائية؟ لا. طيب خلوني أقول لكم عن الكراسة قبل ما أقفل بما أنه سألت. هذه الكراسة الحلو فيها إنها الأغلب الخامات، طيب من مائي، ويعني مائي مو مرة اللي مائي بس إنها تناسب قواش وأكريليك. هنا تجربة بالرصاص، هذا نسوي لها سكيب، هذه بالفحم. طيب بالفحم اسلوب الخشن، تضليل الخشن، وهنا برضو رسمة سويناها كيوت بالبث، شخصية انمي بشعر كيلي، هنا نسوي لها سكيب. هذه اكريليك وفحم، نزلتها بالكامل على قناتي في اليوتيوب، سويت شرح بالكامل عن طريقة رسمها وتضليلها والاشياء هذه. هذه برضو فحم واكريليك، فهي حلو مرة التحمل، عرفتوا؟ هذه شخصية نيزوكو من قاتل الشياطين، رسمتها بالكامل ونزلتها على قناتي في اليوتيوب، خطواتها والأشياء هذه وبس. والله يعطيكم ألف عافية. يلا خلوني أقفل البث، شوفوا رسمتي بعد الحلوة. يلا سيو.